السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. دعا رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محمد محمود والسيدي إلى تهيئة الأجواء لحوار وطني شامل ولا يقصي أحدا من أجل إخراج البلد مما وصفه العبء الثقيل الذي خلفته سنوات حكم الرئيس السابق محمد عبد العزيز على حد تعبيره. وقال والسيدي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الثانية العادية لمجلس شورى الحزب إن الحوار وحده يستطيع نقل البلد من حال الأحادية إلى حال الشراكة والمؤسسية. قالت حركة الحر إن موريتانيا تمر بمرحلة صعبة من تاريخها السياسي والاجتماعي بفعل التحولات العميقة التي تشهدها نتيجة الخطاب المتجذر لدى الفاعلين في الدولة العميقة والسياسات التي وصفها بالشوفينية للنظام السابق والممارسات الإقصائية الممنهجة ضد مكون من مكونات المجتمع. وطالبت الحركة في بيان صادر عنها الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني بفتح حوار شامل وجاد تساهم مخرجاته في حلحلة القضايا الوطنية الكبرى الشائكة بحسب ما ورد في البيان. يستعد المنتخب الوطني للمحليين لمواجهة منتخب الرأس الأخضر في مباراة الإياب ضمن الدور الأول من تصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المرتقبة عام 2020، وستجرى المباراة مساء اليوم بملعب شيخة والبيدية في العاصمة نواكشوط. وكان المنتخبان قد تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما قبل أسبوع. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجيز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الرابعة، نشرة إخبارية مفصلة. دمتم في أمان الله.